اعمل انا وياكم طريقة تحضير وجبة الفول والبرغل، كتير وجبة صحية. عنا 3 معالق طعام زيت نباتي، بصل صغيرة قطعتها بهيدا الشكل، ملعقة صغيرة دبس البندورة شراب، كمان فول مطلج وفينا كمان طازة اللي متوفر عنا، 1.5 كوب مي، كوب برغل خشن، حبة بندورة صغيرة كمان قطعتها بهيدا الشكل، 1/2 ملعقة صغيرة كمون وملح حسب الرغبة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط البصل فوق الزيت، بقليها على الغاز، بس اخذت البصل لون اصفر خفيف بهيدا الشكل. هلا بنحط الفول. بسم الله. كمان بندورة، شراب، عليكم شوي، عشان ما يطلع الفول مخبوص بس تطلع الأكلة ما لازم نسبتيه كتير نحنا وعم نقليه. هلأ بحط المي، شكلهم كتير حلو، الكمون والملح، بحركهم شوي مع بعض. بحط البرغل كمان، بحركهم. انا عملت كمية كتير صغيرة، اللي بده كمية اكتر بكبر حجم الفنجان. هلأ بتركهم يغلوا مع بعض. بس صارت المي على الفول بهيدا الشكل على البرغل، هلا بخفف الغاز على الاخير وبغطي الطنجرة. مثل ما قلت لكم انا عملت كمية كتير صغيرة. بسم الله. شفتوا حبة الفول استويت وضل شكلها زي ما هو، ما انخبصت خبص او قشر القشر عنا. هذه وجبة الفول والبرغل اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.